طبعا إذا تحدثنا عن هذا الشهر بالتحديد، شهر حزيران قبل عامين، خسارة الراحل أحمد راضي وعلي هادي، وفي هذا الشهر من هذا العام خسرنا حيدر عبد الرزاق واليوم مؤيد البدري، يبدو أن هذا الشهر متعلق بذكرياتنا الحزينة دكتور. خلي نقول إحنا يعني كل أيامنا حزينة، حتى مفرداتنا الغنائية هي تكون بها مسحة حزن، حتى الفرح به مسحة حزن. هذا مو جديد، يعني تاريخ العراق كله إذا واحد يراجع تاريخ العراق راح يشاهد المآسي اللي مر بها ابتداء من دخول هولاكو وانت راجع، فإلى أن وصلنا إلى هذا الوضع اللي احنا بيه بفقدان أعزائنا وأحبائنا، إذا كان المرحوم أحمد راضي أو علي هادي، كريم سلمان وأخيرهم حيدر اللي راح بغدر. وهسه احنا يعني نقول بعض اللي يعني الله اختارهم بسبب المرض، هذا يعني لا اعتراض، لكن ان يقتل شخص في وضح النهار، لاعب منتخب وطني قدم للعراق، لديه عائله لديه ناس، حقيقه يعني فاجعه. يعني رحيل حيدر هو فاجعه للوسط للعراقيين كلهم، لانه شخص يقتل في وضح النهار. مدى أدري أني إحنا وين نوصل؟ ما يجري في العراق غريب جدا، يعني حتى بالصومال لما دخلوا القوات الأمريكية وصارت ميليشيات وصار قتل بالشارع، ما كان هذا الشيء موجود. اللي راجع تاريخ الشعوب اللي تحررت واللي استعمرت ما صار بها هذا الشيء، ما صار بها القتل إلى حد أنه على مشكلة بسيطة الإنسان ينقتل. فوين رايحين إحنا؟ واليوم جاءت الفاجعة الأكبر برحيل الأستاذ مؤيد البدري. تاريخ الرياضيين يعني رحيل الرياضيين حقيقة مؤلم جدا، يعني من سنتين اللي مضت بسبب كورونا وبسبب بعض الحوادث ذهبوا ناس كثيرين، وهؤلاء الناس كانوا مؤثرين. يعني علي هادي الله يرحمه بالسنة الأخيرة كان مؤثر بالدفاع عن الناس وعن حقوق العراقيين بشكل وبصوت جهوري، وكان مؤثر بالناس وتعاطف الناس معه. أحمد راضي في أوج تألقه لتكوين فكرة أو لبناء مشروع يذهب بهذه الطريقة، وكريم سلمان وأخيرهم حيدر عبد الرزاق. أعتقد أن العراقيين كتب عليهم أنه يعيشون المآسي يعني إلى ما لا نهاية. احنا كنا نتمنى ان ينقل جثمان الراحل مؤيد البدري الى بغداد مثل ما شاهدنا مع مظفر النواب رحمهم الله، بس اكيد انت عندك التفاصيل وعندك الوصيه التي